السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنشكي بواحد السيد في الباركينغ، لان انا كريت واحد الباركينغ من المسيرين ديال البلديه، وداروا معايا باش كنخلصهم في النهار ديالهم. وملي كريتو جبت واحد السيد ولد خويا خدام ليا في الباركينغ. كيجي واحد السيد دائما كيتعدى عليا يوميا، كيجي ليا الباركينغ كيقول لي ما يخدم حتى شي واحد الا انا. ما خليت ما درت معاه، درت به شكايه للوكيل الملك حاليا. وجات ثاني مره اخرى ملي مشينا حنا بحالاتنا، عاود رجع لينا ثاني للباركين، لقاتني مرت ولدي مناقشه انا ويا على الباركين، دوات معاه قالت لي رحنا كارين بالوثائق ديالنا، انا الكونطرا ديالي باش كاريه من شريع الشهداء من لاله زهره الخياري مخدمه الدري. من كيجي دائما كيجي ليا، عييت ما كنتصارع انا وياه. اللي جات مرت ولدي ضربها كرفصها، مشينا للكوميساريه مقيدين به حاليا، دايره مرت ولدي الشهاده الطبيه ديالها. ولحد الان هاد النهار نيت بالضبط جا من جا ولد خو، قبل من هاد النهار جا ولد خويا، مشى ولد خويا كيتبرى فيه في دارهم، خرج لينا جنويه. ودابا يوميا كيجي لنا الباركين كيقول لنا واخا يجي اخر نوش هنا، ما نحيدش من هاد الباركين، نخدم بزز منكم وصحه عليكم. باغي يخدم بزز، باغي يخدم. انا كنخلص البلديه، كنخلى عندي الوثائق ديالي صحيحه، عندي وريقاتي، المسيرين معطا كاينين اللي غيعترفوا بيا واش خدامه كاريه من عندهم ولا لا. وهاد السيد باغي يخدم بزز، باغي يدي لي رزقي هكاك بزز، وانا مرا موسنه وعندي وليدات، وعندي مرت ولدي محمله بها، ولدي عنده مرت بيسات وعندها وليد حتى هما محمله بهم، وعندي ثلاثه الوليدات في الدار، وراجل عاطل ما خدام والو الا هاد الباركينغ هو اللي كنعيش منه. دائما تيجيني لي، دائما تيجيني تعدى عليا بزاف، ورغم ان حنا مشينا للبوليس وهادشي كله، تيجي الباركينغ امام الشرطه، واخا تكون الشرطه كيجي قدامهم، يجي يهددني يقول لي الا ما حيدتوش غندير لكم، طيع عليكم روح، نفعل عليكم، ترك لكم. بقى حتى دابز مع مرت ولدي حتى ضربها. دابا حاليا حنا دايرين سيرتيفيكا ودافعينها للبوليس. كان واحد اخر اللي كان خدام فيه، هو ما كان شيء، كان واحد اخر قديم تشد، راه مشدود حاليا، دابا مشدود في الحبس، هو اللي كان خدام فيه، فهمتي؟ ولكن دابا انا واخا يكون هو اللي يكون اي واحد، انا كاريه بوثائقي، انا من حقي نخدم اللي بغيت، خرج اللي بغيت. انا ما كنعرفوش ما بينيش وبينه، ما عنده لا وثيقه لا ديك اللي خلي. انا ولد خويا اللي خدام ليا دابا في الباركينغ حاليا، دائما كيجيني، دائما كيجيني للباركينغ. لمشينا نتبراو فيه في دارهم كيخرج لينا، لاح علينا القراعي ديال الجاج الياجور، خرج لينا جنويه. وحنا ماشي انا امراه موسنه، انا غندار مع دري عنده صوابق وبزاف د الحوايج كتوفر فيه وما كيحترمش. انا جيت ندوي معاه قال لي تي فاعله تي تاركه، تي هضره خايبه ما نقدرش نقولها انا في الكاميرا ديالي. النهار اللي دخلت لقاتهم خاصم معايا، لقاتو كيهدد فيه يقول لي تحيدي ولا غادي. كيجي دابا الولد خويا كيقول لي تحيد بزز، تنوض من هنا ما تبقاش خدام هنا. وكيجي لي يلبس جيلي عادي، ما انا عندي جيلي ديال الشركه، عندي البادج عند ولد خويا، هو تيلبس جيلي عادي وتيجي للباركين كيبغي يحيدو صحق دائما وابدا. دابا كثر من الرعب، انا وليت انا مرت ولدي راه عندها امراض نفسانيه. دابا مرت ولدي دابا ولات هي عايشه في الرعب اللي ضربها وتعدى عليها وكل شيء. حتى الدري اللي خدام هنايا حتى هو كذلك ومثال، ما بقاش مره واحد قال لي ما بقيتش نخدم، راه يبقى هذا السيد يجيني دائما ما بقيتش غنخدم. وهذا السيد بغى يحرم عليا رزقي، انا راه عندي عائله، وعندي مرت ولدي محمله بيه، وعندي ولدي، وعندي راجلي عاطل ما خدامش، وانا مرا مسنه عندي 60 عام في عمري، فين غنمشي انا؟ فين غنمشي ناكل انا طرف الخبز وانا كاريه كنخلص البلديه انايا كنخلصها. وانا انا حاليا دابا انا محقوره، وتحقرت في هذه الارض السعيده، تحقرت بزاف. هذا السيد حقرني حيت شافني مرا مسنه، انا كناشد سيدنا عاش الملك، كنعرف الملك الله والوطن. هذا السيد راه حقرني بزاف، انا كناشد السيد حموشي، انا كناشدو يدخل ليا في هذه القضيه ويشوف هذا الشيء اللي طاري ليا. راه بزاف هذا الشيء اللي طاري ليا، بزاف بزاف فوق الطاقه. مشينا التجأنا للمخزن، التجأنا لاي حاجه، درنا شكايه للوكيل الملك، وهذا السيد ما بغاش يوقرني، ما بغاش يبعد مني،
حاليا انا نبت اسره، عندي وليدات، عندي مرت ولدي، عندي ولدي. انا لحد الان، انا لحد الان وليت كنبغي نجي غير الباركين، خايفه منه، ديما نهز الماس، ديما نهز وكيتخدر وكيتخرقب. اذا انا ما غاديش ندير راسي في واحد اللي هو شكر، خاص المخزن يتدخل فيه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.